أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام من العراق، عن علم كبير رائد في مجال مهم من مجالات المعرفة، ذلك هو الأستاذ العلامة الكبير طه باقر، الرائد الأول من العراقيين في مجال دراسة الآثار وفي مجال التنقيب عنها. طه باقر علم كبير لا يمكن للآثار اليوم، بل وحتى المؤرخ وحتى المهتم بماضي العراق، إلا أن يقف عنده لما أرساه من قواعد منهجية تتعلق بطريقة، يعني تبدأ منذ التنقيب عن الأثر ثم طريقة دراسته وتحليله وفهمه وغير ذلك. كان الرجل إذن يعني مؤسسا حقيقيا لعلم قائم بذاته في وقت مبكر من تاريخ العراق. طه باقر مدرسة تقف على ساقين كما يمكن أن نصفها، مدرسة في العلم الآثاري وفي علم التاريخ وفي العلوم اللغوية أيضا، حتى بحث في أصول اللغة، مدرسة قائمة بذاتها متحركة، ولم تقف حركتها على وطنه العراق فحسب، وإنما امتد إشعاعها وتأثيرها إلى البلاد العربية. يعني هو كان من الرواد في مجال الدراسات الآثارية والتنقيب وغير ذلك في ليبيا، بقي سنوات هناك، مؤلفاته أصبحت كتبا منهجية ليس في الجامعات العراقية فحسب، وإنما في الجامعات العربية وبعض الجامعات خارج الوطن العربي. هذا الرجل حقيقة يقف في مصاف العلماء الكبار على مستوى إنساني وليس على مستوى محلي. طه باقر يعني حتى نتعرف على الخطوط العريضة لحياته، كان من 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 مواليد الحلة، كان من أسرة حلية، وربما كانت يعني طفولته في الحلة ونشأته في الحلة سببا في توجهه إلى مجال علم الآثار. أخبرني مرة أنه كان يجد في طابوق داره، على بعض طابوق داره، كتابات مسمارية، ذلك أن النقابين يعني الذين كانوا ينقبون على الطابوق المستعمل وينقلونه على ظهور بغالهم دوابهم ليبني به أهل الحلة في ذلك الوقت دورهم، كانوا ينقلون كل ما يقع تحت أيديهم وما يحفرون عنه وما ينقبون عنه. هم ليسوا آثاريين طبعا، هم ينقبون بمعنى أنهم يريدون الحصول على كمية من هذا الطابوق، ولا يهم أن يكون أثريا أو لا يكون، وينقلونه لمن يريد أن يبني به داره. فدار طه باقر كانت مبنية بمثل هذا الطابوق، وكان وهو صغير يتأمل هذه الكتابات المسمارية المكتوبة على الطابوق بالخط المسماري القديم، فتثير عنده يعني خواطر كثيرة، وربما وجهته إلى أن يهتم بالماضين. كان هذا ما أخبرني به بنفسه، قال تلك الكتابات كانت أول شيء لفت نظري إلى الماضين، إلى الماضي. على أي حال، هو أظهر نبوغا حتى في دراسته العادية في المراحل الأولى، ودخل الإعدادية المركزية، وحقيقة أظهر تفوقا أهله لأن يضم إلى بعثة لدراسة علم الآثار في الولايات المتحدة، وكان من الأوائل، لا أدري إن كان هو الأول أو لم يكن، ولكن كان من الأوائل الذين قصدوا تلك البلاد للتخصص في علم آثار وطنه. وكانت العادة في وزارة التربية، وزارة المعارف التي يعني حلت محلها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، كانت العادة هي أن يرسل إلى كليات أو معاهد علمية
في البلاد العربية، يعني بذات مستوى عالي، يعني لتعلم اللغة الإنجليزية ويعني تحقيق مستوى علمي يؤهله للدراسة في الولايات المتحدة. فأرسل إلى كلية في صفد في فلسطين، طبعاً هذا حينما كانت فلسطين يعني قبل أن تحتل. درس في صفد ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروت، حتى إذا يعني نضج علمه أرسل إلى الولايات المتحدة لينضم أو يدخل في المعهد الشرقي في شيكاغو، وهو معهد جليل متخصص بالتاريخ القديم وبالآثار الشرقية القديمة، لا سيما الآثار العراقية القديمة الآشورية وغيرها. وبقي في ذلك المعهد 4 سنوات كاملة، حصل فيها دراسة البكالوريوس والماجستير، ودرس على أيدي أفذاذ ذلك العلم في ذلك العصر، يعني كلهم علماء كبار ربما نقرأ عنهم، هو تتلمذ على أيديهم وأظهر نباهة وتفوقا حتى على غير يعني حتى على الأمريكيين أنفسهم في ذلك المعهد. وحينما أنجز تلك الدراسات، وكانت له علاقاته مع أساتذته، يعني علاقات علمية، لم يكن مجرد طالب يعني كما يحدث مع الأسف لدى كثيرين ممن يذهبون كطالب يعني يخلص دراسته ويرجع ليتولى وظيفته. كان هذا الرجل مثقفا عالما، استطاع أن يقيم علاقات ثقافية وعلمية دقيقة مع حتى أساتذته. فلما عاد إلى وطنه العراق عين باحثا علميا في الدائرة التي كانت تحتاج مثل هذا التخصص، وهي مديرية الآثار القديمة التي عرفت فيما بعد مديرية الآثار العامة. وحقيقة يعني دوره كان مهما في هذه المديرية، وعين بوظيفة خبير علمي. الدائرة لم تكن تملك خبراء في هذا، كان هناك بريطاني ستين لويد كان يعني يعد خبيرا في هذا في تاريخ العراق ولا سيما في تاريخ العصور القديمة، فشغل مكانه وأبدى نباهة ظاهرة في مجال تخصصه. ولكن قدر الله أن تقوم ثورة عام 1941، ثورة مايس، فانضم إلى هذه الثورة، كان في تلك الفترة ضابط احتياط، فانضم إلى هذه الثورة وتحمس لها حقيقة، ويعني شارك في معركة في التاجي، أو ربما كان يعني يتخذ موقعه ضمن القوة العسكرية العراقية في منطقة التاجي. وبعد فشل الثورة يعني أخرج من الجيش وعاد إلى وظيفته خبيرا في المتحف في مديرية الآثار القديمة، وتدرج في المناصب العلمية حتى أصبح معاونا لمدير الآثار العام. وحقيقة رغم ما تولاه من مناصب إدارية فلم ينسى إطلاقا أنه هو منقب بالدرجة الأساس، حتى أن بعض تلامذته الذين صاحبوه كانوا يقولون هو في الدائرة مدير عام أو معاون مدير عام، يعني بحسب الوظيفة التي يشغلها، خارج الدائرة هو منقب يجلس على الأرض ويعني يكفه ردنيه كميه وينقب معنا، وكأنه إنسان لا هم له إلا أن يكتشف الحقيقة. كل ما تضفيه عليه الوظيفة كان يعني يتوقف حينما ينتهي الدوام، بعد ذلك هو إنسان متواضع جدا لا هم له إلا التنقيب وإلا اكتشاف الحقيقة، يعني ولم يكن منقبا عن الآثار يخرجها وينظفها ويضعها على الرف، وإنما كان محللا، كان يعني دارسا دقيقا لكل أثر يستخرجه، يعني يجد فيه سرا ربما لا يعرفه أحد.
وحقيقة لا ننسى أن طه باقر اقترن اسمه بكثير من الاكتشافات غير المسبوقة، يعني هو الذي اكتشف مثلا بعض النظريات الرياضية، نظرية فيثاغورس مثلا التي كانت تنسب إلى اليونانيين، طبعا هو وجدها في بعض التنقيبات التي قام بها نفسه، وبالتالي صحح تاريخ العلم أن هذه النظريات كان منشأها وأصلها في العراق، وجدها على الرقم الطينية، وجد شيئا اكتشف أنه هذا ما يشبه أن يكون أو هو بطارية من نوع بدائي، وحتى أنا استغربت مرة سألته في المجمع العلمي العراقي، قلت لنفترض أنها بطارية، ولكن ماذا كانت تشغل؟ التيار الكهربائي ماذا كان يشغل؟ يعني مصباح كهربائي أو جهاز كهربائي؟ طبعا لم يكن. وكنت أظن أني أفحمته في هذا، يعني تيار ماذا يفعل يعني بدون أجهزة تحتاجه؟ قال أنه كان مهما في قضية الألوان، في قضية الألوان، فرز الألوان. حقيقة كان الرجل إذن دارسا حقيقيا ودقيقا في فهمه لهذه الآثار، لم يكن مجرد منقب، وأن هو مدرسة في تدريب العديد من الشباب على فنون التنقيب وعلم التنقيب. فضلا عن ذلك كان أكاديميا، يعني هو لم يكن فقط منقب فقط في مديرية الآثار، وإنما كان سببا في تأسيس قسم الآثار في كلية الآداب، وهو من الأقسام الأولى في الوطن العربي، ودرس فيه، ويعني حقيقة الذين تخرجوا على يديهم الرعيل الأول من الآثاريين، درس المواد الصعبة، تاريخ الحضارات القديمة في العراق وفي مصر، وحقيقة يعني وفي الخليج العربي، ومحاضراته هذه جمعها فيما بعد في كتاب ضخم في مجلدين. هذا الكتاب كما يقول تلامذته أنفسهم قالوا هذا الكتاب حتى اليوم هو كتاب ما زال واقفا على ساقيه، يعني كتاب لم يخلي مكانه أمام كثير من الدراسات الحديثة، ظل هذا الكتاب معتمدا في عدد من الجامعات العربية، بل وفي جامعات غير عربية. يعني دوره كان إذن كبيرا في جامعة بغداد، هو كان واحد من اللجنة التي كلفت بتأسيس جامعة بغداد في أواخر العقد الخامس من القرن الماضي، كان واحدا من أعضاء مجلس تأسيس جامعة بغداد، وبعدين أصبح عضوا في مجلس جامعة بغداد في الفترة من عام 1960 إلى عام 1963. في عام 63 أحيل التقاعد، فلم يمكث في بيته يعني يندب حظه كما يفعل يعني كثيرون من الناس حينما يصابون وهم في ذروة النشاط يحالون إلى التقاعد، فتجدهم يعانون من صدمة نفسية تجاه هذا الإجراء الذي اتخذ في حقهم. هذا الرجل سافر إلى ليبيا، وهناك كان نشاطه لا يقل عن نشاطه في وطنه العراق، درس علم الآثار ودرس عمليا طريقة التنقيب، يعني تخرج على يديه جيل من المنقبين والآثاريين الليبيين، وحقيقة كتب عن الآثار التي اكتشفت على يديه في ليبيا. كان دوره إذن يعني مؤسسا في تلك البلاد، وبالتالي مؤلفاته وجدت انتشارا هناك. كان حريصا على أن يخرج وراءه أو أن يخرج على يديه ليبقى من ورائه جيل من العلماء في هذا المجال، يعني لم يكن يكتفي بما يقوم به، لكن كان حريصا على تدريبهم، وقد نجح في إقامة علاقات إنسانية واسعة مع أولئك الشباب الذين استهواهم علم هذا الرجل وتخصصوا فيه وخدموا وطنهم من خلاله. فضلا عن ذلك كله، يعني كان له دور في مجال الكتابة والنشر،
في الآثار الليبية وغيرها، مع بعد هذا البلد العربي عن وطنه الأول. كان باحثا، كان منقبا، كان مربيا لجيل من العلماء. وفي عام 1970 عاد إلى وطن العراق، حيث أعيد إلى الخدمة، بل كرم تكريما من قبل مؤتمر علمي حضره العلماء المختصون بالآثار القديمة في السبعينات، في عام 1976، وكرم تكريما كبيرا. كانت له شهرته الداوية ليس في وطنه وإنما في العالم. أشرف على عدد كبير من الرسائل الجامعية، يعني لو عدت إلى الرسائل الجامعية في علم الآثار والتاريخ لفترة، تجد اسم طه باقر على يزين أغلفة هذه الأطاريح الجامعية، فضلا عن أنه كان يشرف بنفسه على البعثات التنقيبية التي كانت تنقب عن آثار العراق. مواقع كثيرة في منطقة عقرقوف، اشتغل فترة طويلة في منطقة عقرقوف، هذه المنطقة الآثارية التي يعود يعني وجودها إلى عصر الدولة الكاشية دور كاريكالزو. أيضا نقب في منطقة تل حرمل، ووجد لقى مهمة غيرت من تاريخ معرفتنا بتاريخ العلوم. نقب في منطقة السدوكان، كل مكان يعني مهم تجد طه باقر هناك، يعني يكف كميه ويعمل في استخراج الدفائن واللقى هناك. الرجل يعني تولى أيضا، أصبح عضوا في المجمع العلمي العراقي، وقد التقيت به في أثناء اجتماعات لجنة التراث العلمي في هذا المجمع حتى وفاته. وكان رغم مرضه ورغم كبر سنه دؤوبا نشطا في ذلك الظرف الصعب الصحي الذي كان يمر به في يعني ثمانينات القرن الماضي، ألف مجموعة من الكتب المهمة، مجموعة منها كتاب نشره مركز إحياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد عن تاريخ العلوم. تاريخ العلوم، الكتاب حقيقة يضم يعني أشياء مهمة فعلا جديدة تماما. ألف مثلا كتابا في الدراسات في أصول اللغة، هذا موضوع صعب، يعني كان اللغويون العرب كل لفظة لا يعرفون أصلها يقولون أنها لفظة أعجمية ولا يدرون، أما ينسبونها إلى أي أمة من الأمم. ولكن طه باقر بحث في اللغة الأكدية واللغة السومرية، فاكتشف بأن أكثر هذه الكلمات التي كان يظن أنها أجنبية أعجمية كما كانت تسمى هي كلمات عراقية قديمة أصولها أكدية، فأضاف بذلك فصلا جديدا في دراسة اللغة. وحقيقة يعني الألفاظ اللي تجاوزت 200 لفظة تمثل بداية مهمة رائدة في علم تأثيل أو تأصيل اللغة كما يسمى. من مؤلفاته المهمة كتابه مقدمة في أدب العراق القديم. تصور هذا الرجل اللي كان يعني ينفض، إذا نفض ثيابه خرج منها شيء كثير من التراب وغبار التنقيبات، كان يجد مجالا للتأمل والبحث، فكتب في مجال الأدب، فكتب كتابا في تاريخ الأدب العراقي القديم. وربما كانت أبرز أعماله أنه كتب ترجمة ملحمة جلجامش، هذه الملحمة الرائعة الفائقة الروعة في مجال الأدب القديم، ترجمها إلى العربية، وبالتالي سلط الضوء على الأدب العراقي القديم. وحقيقة ترجمته هذه يعني ظلت، أعيد طبعها مرات كثيرة، وظلت أمام أعين الباحثين في التراث العراقي القديم. كان طه باقر إذن كبيرا وعالما عظيما، ويعني
ترك آثارا مهمة رحمه الله. وإلى حديث آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.